ارسال، ارسالها واستقبال وكوره، وكوره بتتشاط بقوه وبترجع تاني من دعاء وبتيجي ومن سته صاحبه الحلول، وديفنس ولا اجمل، وايضا برضو من سته ملكه وبتيجي الكوره وبتترفع، وميار خليفه بترفع كوره جميله جدا ما حدش طبعا توقعها منها لتنهي الشوط الاول 25-18 بدايه شوط اول لنادي الاهلي. وان شاء الله يفضل التركيز وتنفيذ. ارسال قوي وخارج الملعب لتنهي الشوط الثاني 25-11 في شوط قوي ومثير، وفيه قدامنا طبعا الجماهير المسانده محبي الكره الطائره بيشجعوا الفريق بشكل جيد جدا، علشان شوط كان فعلا قوي ورائع. وما زالت ملك على الارسال، وارسال ودعاء، وتتيانا بتشوط كوره قويه جدا 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 ليتوج النادي الاهلي بطلا لمسابقه الدوري المصري 23-24. الف مبروك، الف مبروك فوز النادي الاهلي في المباراه الثالثه وحسم بطولة الدوري العام المصري. وبكده مستمعينا ننتقل بكم إلى الاستوديو والزملاء مريم سميح والكابتن محمد صلاح والكابتن يسرى عبد الكريم.